بابيروس بوبيروس. رجعت معكم مشاهدينا مارك معي اليوم. نحن فاتحين خطوطنا اذا عندكم سؤال جديد، ولكن كمان رح ناخذ هالفرصه تنجاوب على اسئله انتم بعتينا اياهم على الفيسبوك او حتى اذا متصلين فينا من الاول. وبدنا نذكر قبل ما نبلش باجوبتكم بمثل مسابقه حب هيك يطلقها مارك الاسبوع الماضي نهار السبت. نحن ناطرين من هلا لنهار السبت اكيد صوركم اذا فيكم تبعتونا هون على الفيسبوك عن اربن فارم اربن فارمينج. اذا عندكم مثل حديقه صغيره انتم شاغلينها بايدكم او حتى على البلكون، اذا خاصه عم تزرعوا فواكه خضره شيء مثل بوتاجي وهيك حابين انه تفرجونا هالصور ابعثوا لنا اياهم. لحديت هلا وصلنا كثير قصص حلوه، ولكن رح نشارككم فيكم نهار السبت. صح، رولا عندها بلكون كثير حلو، بلكي بتبعث لنا الصور كمان. يلا رولا نعطين صورك. الفكره هي انه نحن عم نحبذ انه نزرع هالقصص بالمدينه، مشان هيك حابب انه نضوي تحديدا بالمدينه بده يكونوا مزروعين. اول شغله اللي ما عندهم يعرفوا انه اتس بوسيبل ويغاروا منهم بوزيتيف ما ويصيروا، يعني ما بدها شيء الواحد يخصص منطقه صغيره يمكن من البلكون او باكا فلور او على السطح كروف او حتى اوقات بين البنايتين ثلاثه هيك هالفكره منها. نعم. هلا عاده نحن كنا بنحبذ يكونوا مزروعين خضره، بس اذا مزروع عم بيبعثوا لنا صور على اوركيدز، على عن جد في ناس عندهم بلاكين كثير حلوه بلبنان، فيبعثوا لنا صور مع صور كثير صغيره جملتين، يعني وين المدينه وهن شو زرعون. هلا في منهم عم بيبعثوا لنا صور لما يكونوا مزهرين، لان هلا ما هم مزهرين. اوكي، فنحن السبت رح نبلش نفرجي شو عنا، واكيد رح يربحوا معنا. واهم شيء يكونوا هن عاملينه. ايه 100%، مش انه مستعينين بحدا خبير. لا أكيد. لا هو ببين اصلا، يعني ببين ونحن رح نربح اكيد في دبري، يعني مش انه بس اكثر شيء حلو انه يشاركونا فيهم اكيد. هيدي اول شغله. الشغله الثانيه كمان كرمال الاسئله، لانه عندنا كذا سؤال على فيسبوك وبعتذر عن اللي بعد ما جاوبت عنهم، لانه في عندنا بعد كم جواب بعد ما جاوبنا. بس تقول انه اوقات بيبعثوا لنا اياهم على فيزيت البوست، احسن يبعثوا لنا مسج لنقدر نشوفهم أكيد. يعني فهلا عندنا كم سؤال اجونا، وحده منهم على بلانت عم تنحط اثارت كثير على فيسبوك اللي هي هون حدنا العامله مثل كير. لا الادمانيات. هيدي نوع من كاكتوس؟ هلا هي مش كاكتوس، هي هيدي عربيشه. هلا رح فرجي الصور. هابي فالنتاينز مارك. ثانك يو، على فكره كثير كثير لابقه مع ثيابي كثير. فرجيني، ايه حلوه. فرجي البروش. صح، هي كثير مهضومه وهلا بتصير كثير ترندي على فالنتاين. كيف وصلنا لهيدا الفورم؟ ليك رح فرجيك الورقه لما نحط صوره تنفرجي كيف هي. هيدي عربيشه ورقاتها هيك، يعني هي هي عربيشه، وهي عربيشه كثير مشهوره بالضيعه اللبنانيه. النوع القريب عليها اسمه المازه بالعربي، اللي عندهم المازه بيعرفوها، اسمها هويا بيلا هذيك. فهلا بياخذوا ورقه منها، يعني عم تشوف فيها كيف هي ومثل كير، بيقطشوها وبشكوها بالارض. اوكي، رح نكفي موضوعنا بعد هالوقفه مشاهدينا. مشاهدينا نحييكم وننتقل الى بعبدا، حيث يعتصم الناجحون في مجلس الخدمه المدنيه. للمزيد من التفاصيل معنا الزميله رنين ادريس. رنين، هذه المره الثانيه التي يعتصم فيها الناجحون في هذه المباراه وينتظرون تثبيتهم، ما تفاصيل اعتصام اليوم؟ صباح الخير نادين. نعم بالفعل اختار الناجحون في مجلس الخدمة المدنية الاعتصام على مقربة من قصر بعبدة، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الثلاثي الذي يعقد عند الساعة 11:00. على كل حال الموجودون هنا في هذا الاعتصام هم من المتقدمين على وظائف محاسبين في الإدارات العامة، حراس أحراج، مياومين في كهرباء لبنان، وأيضا أساتذة ثانويين. على كل حال سنبقى مع الكلمة الرئيسة في هذا الاعتصام. نعتذر مشاهدينا عن هذا العطل التقني، بالطبع سنعود إلى رنين والاعتصام حال جهوز هذا النقل المباشر. شكرا لكم للمتابعة. لكن كنا عم نحكي عن الهويا، بنذكر هيدي كنت عم تقول انه هي اصلا عربيشه ومنلاقيها عنا ب 100%. هلا بلبنان بحبوا كثير الهويا بيلا، هي نوع ثاني، يعني هيدي اسمها هويا كاري.
يلي صار لها شي فتره عم بتكون كثير ترندي على فالنتاين. هلا رح خبر كيف بتصير على البيش وهيك، بس تقول بعدين رح نعمل حلقه عن الديفرنت هويز، لانه ما فيك تخيل قد ايه عندهم فانز بلبنان. أوكي. يعني الهويا في انواع كثير منهم، بس انا عم بحكي عن هيدا لانه اليوم اجانا السؤال عنه انه ايه، لانه في ناس بفكروها بلاستيك او هيدا. هلا هي الفكره هي يعني كرتونه مقصوصه يعني 100%. فرح ارجع فرجة العربيشه، هي اذا اكيد اهتمينا فيها كبرناها بتصير عربيشه مثل ما عم نشوفها هون، وزهرتها حلوه. هلا بلبنان على عكس ما نفكر، يعني لانه هي اجمالا بتعيش بس على الساحل، بس بعرف ناس زرعينها حتى على 1000 متر، بس اكثر بمطرح داري. هلا بالشتاء بتتعب شوي على السقعه، هي معموله اكثر لطقس دافئ يعني للساحل. أوكي. بس عربيشه وانس قلعت بتقلع وقويه بتمد، ولكن لها زهره، حتى الزهره تبعها. واو. الزهره مش هيك اسمها المازه بالعربي، لانه قد ما حلوه الزهره هيدي كلها زهره بتنعز، زهره واحده هيدي وعامله مثل جراب. شو هالفورم؟ كمان رايحين لايف وبنرجع من كافي بعد شوي. لكن كنا عم نحكي عن لاهويا قبل. هويا. هويا مش لاهويا. لا. اوكي هويا. فكنا عم نقول تقليل الهويا لا هويا. فكنا عم نقول انه هي اصلا عربيشه. صح. وبكل سهوله نقطش الورقه 100%. بنشكها بالتراب مثل كثير من النباتات، هين كثير انه تنشك وتصير نبته. اوكي تانية. بس هلا شو بصير؟ ماشي عامله شروش من تحت، فيك تشيلي. بتعمل شروش بالترابات 100%. فرجه ان شاء الله تطلع مريحه. لحسها لا بتبين. آه. بلشت تعمل شلوش مبينه. بعدين اكيد اذا كبرناها البو هيك بصير يطلع من هون بعد الحبل، يعني هون مبين الشلوش كثير منيح، وبتصير بتصير بتفرخ بعدين بترجع بتعمل عربيشه ثانيه. بدها وقت بس اكيد. بدها وقت. اوكي. وبتصير عربيشه وبتكبر، وونس استبلش بتصير كثير سريعه هيدا النوع من العربيشه. هلا اكيد هيدي الفكره هي من وحي عيد فالنتاينز 100%. مزبوط. بس اصلا بلبنان الهويا بينباعوا بكثير فورمز، في منهم بيجوا عربيشات، ورح اعمل حلقه قريبا عن هويا تفرجيك قد ايه مختلفين من بعضهم، بس بيجمعهم الزهره. هلا سمحتوا لنا من رجي زهره هويا يلي اكثر شيء بيعرفوها. حلوه كثير زهرتها. يلي اكثر شيء معروفه من لبنان. هيك بكون بيعرفوا المشاهدين عن شو عم نحكي وبيفهموا ليه بنسميها المازه. ليك شو حلوه؟ هي هي العربيشه، بس هيدا النوع يلي الورقه منها فورم دوكر. هيدي الهويا الاكثر شيء معروفه بلبنان. اوكي. هلا رح فرجي بعد انا صوره من عندي تفرجيك انه هيدي شغله شفتها كمان على الانترنت حبيتها، في ناس رسمين على الهويا. شو حلوة. على الورقه، ليك شو حلوه. هيدا كمان شغله مهضومه. هلا الاساس مهضومة. الاساس نعرف انه الهويا لما بنجيبها بنسقيها مره بالشهر تقريبا او مره حتى بالجمعتين من تحت، بدها ما بدها كثير مي، وهذا اللي بخليها يعني حلو. على قد ما بدها شيء بالزهر. سو لو مينتننس بتعيش من القله. صح. هيدي بتناسبني. هلا هون شو عنا؟ هلا هون عنا اللي بيعرفوها كثير بلبنان المستحيه. ما بقرب عليها يعني؟ بلا، بس انه هلا بقربوا لنا على الكاميرا. قد ايه بتستحي؟ كثير، بس هيدي لانها عم بيجوا من اوروبا شوي مش بدق فيهم دغري بسكروا، فبدك تقوي شوي ايدك. ايه هلا سكروا دغري ضبط. ايه ف ما بعرف اذا انا ما قدرت اشوف اذا بينوا. واو بلا هون عم ببينوا. لحظة لحظة نفرجيكم بارتيتا، بس على الهز اي ثينك ليك هيدا ديجا ضبط. اي 100%. هي بثانية بتعمل هيك يعني عادة، بس واو ليك شو معلومة. حرام تستحي. هلا هي قصة تقلك شو الفكرة تبعها كيف بتسكر. شو قصتها؟ هن بيعيشوا بمطرح في كثير عادة شتاء، واجمالا ما كبروا الاوراق تبعهم لاذا اجى شتاء كثير قوي ما ينخزقوا. اوكي. فهن بيعرفوا هيدي وحده، هيدي حمايه من الشتاء بيقطع بيناتهم يعني 100%. واذا كان في شتاء بيسكروا بيرجعوا بيفتحوا، يعني هيدي ادابتاسيون لهذا الموضوع بالثانيه بتسحب المي. صح هيك شيء. هو الهدف انه اذا في هواء قوي او شتاء قوي ما يتخزقوا الاوراق، سو بضبوا اذا كان قطعت بيرجعوا بيفتحوا بعدين. هيدا خلى انه هي تكون تحمي حالها. بتحمي حالها كمان من الاربيفور، لانه اذا اجى مثلا شيء حيوان عم ياكلها وتسكر بتنقذه. أوكي. فكمان هيك هيدي طريقتها لتحمي حالها، لانه عاده هالعائله فيهم شوك في منهم. أوكي. هي ما عندها. آه. سو هيدي طريقتها لتحمي دفاع جديد لها. هلا هيدا اللي بخلي انها تكون مشهوره ومزروعه. هلا بلبنان بتعيش اوقات انيول، يعني بتكون كثير حلوه بس بتيبس. البذر اللي بيقشط بيرجع، في منهم بيعيشوا من سنه لسنه بتكبر؟ بتعلى شوي اكيد، يعني في بتعلى للمتر اوقات وهيك وبعدين بتكبر. وسريعه يعني. هلا اجمالا هلا بنبقى بنعمل حلقتين بنفسر اكثر عنها،
يعني بعتي عنا كان كتير أجوبة بس ما طلعنا وقت نجاوب. نخليهم لغير مرة. نخليهم لغير مرة. ومننذكر السبت ناطين بعدنا صوركم للبوتاجي إذا عاملين شيء على البلكون باكا فلور أو أرض صغيرة حد بيتكم، ولكن أهم شيء يكونوا بالمدينة. نحن ناطين صوركم على صفحة الفيسبوك، والسبت رح نشوفها صور سوا ونعطي جوائز أكيد. رح ناخد بريك ومنكفي لايف.